الناس كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومن هنا للناس كنقول لكم عواشكم مبروكه، يدخل عليكم ان شاء الله رمضان بالصحيحه والسلامه وكل ما كتمنوا البنات. المهم جيت هذا النهار هذا كنت غنصايب العسل وقلت غنشارككم مع البنات كاملين، علاش لا؟ المهم انا البنات كيصدق ليا العسل صراحه الله، وقلت غنشاركو معاكم. هنا البنات انا الطريقه ديال العسل كندير قالب ديال السكر، او الا ما كانش سكر ديروا 2 كيلو ديال سنيده. انا عندي السكر البنات كان متوفر لي هذا القالب ديال السكر، صافي درتو بالسكر البنات. واللي ما عندوش كيقولكم يشري سنيده 2 كيلو ديال سنيده. صافي هنايا قطعت هذه الحامضه هذه هكايا دوائر، فلحتها. القالب ديال السكر البنات كندير فيه يطرو ديال الماء، قالب السكر في طرو الماء في حامضه. المهم كندير فيه تعواد القرفه، ما عنديش القرفة عواد، عندي غير غبرة، صافي ماشي مشكل. وهنا البنات فاش كيطيب كندير فيه معلقة ديال الكليكوز. الكليكوز البنات راه كيخليه كيبقى معلك، المهم راكم عارفين التعليكة ديال الكليكوز. دابا البنات غادي ندوز غادي نسوس عليه الماء. غادي نجيب البنات الكوكوط اللي بغى يدير بزاف البنات يدير 2 قوالب ديال السكر. المهم انا هدا في الصباح درت باش يدوب لي السكر البنات، غادي نسوس عليه يطرب. قالب ديال السكر في طرو الماء، وغادي نخليه البنات حتى يدوب، عاد غادي نشعل عليه البوطه. واللي بغات تصايبو بالليل تكب عليه هكا الماء بالليل، والصباح ان شاء الله تنوض تشعل عليه البوط. صافي البنات غادي نخليه حتى غادي يدوب. منين يدوب البنات، المهم انا دابا درتو في الصباح هكايا، غير يدوب البنات غادي نشعل عليه البوطه، وغادي نخليه نسد عليه ونخليه على بوطه متوسطه، ما مجهداش بزاف وما ناقصاش بزاف. المهم غادي نحسب له واحد ساعه على الرب عاد غادي نحل عليه. المهم البنات غنخليه حتى غادي يدوب ان شاء الله، عاد غنشعل عليه البوطه دابا ونشاركو ان شاء الله معاكم. هنا البنات صافي كنت سديت على الكوكوط وبدا كيصفر العسل. كيف ما قلت لكم خليته ساعه على الرب، صافي راه جا هو هذاك البنات. وراه صورت حتى اللقطه ديال فاش كان داب السكر، ولكن انا عند بالي كنصور ولكن ما كنتش شاعله الكاميرا ديال التليفون. المهم ماشي شي حاجه اللي هي ضروريه. صافي هنايا طفيت عليه البوطه البنات. صافي هنا المهم فاش حليت كي حليت طفيت البوطه، يعني لقيته هو هذاك، حتى الحامض جا يعني ولا اللون ديالو صافي كيبان بالله، كيعطيك بالله راه العسل راه طاب. صافي البنات غادي نخليه برد وانا غنوريكم تقول لي كيفاش جا. زعما كيف شو كيف زعما حصلت عليه في التالي. وعاد البنات راه منين بات راه زاد ثقال، يعني وبخصوص انكم راكم عارفين العسل الا كان ثقيل راه هذاك هو العسل المزيان، الا كان خفيف البنات راه ما كيجيش في الشباكيه مزيان. المهم انا درت هذا راه ماشي للشباكيه، ولكن غير درتو للدار هكايا. ضروري الا درت شي بريوات ولا الرغيفات ضروري كنحتاجهم، هذا راه غيبقى لي ان شاء الله تندير به كاع حتى الرغيفات ان شاء الله يا ربي. صافي ها نتوما البنات كيفاش جا التقوليه ديالو، جات صراحه الله مزيانه. وعاد راه فاش بات راه زاد ثقال البنات كتر. المهم راكم عارفين الشباكيه كطلع بالعسل ثقيل صراحه الله، كتجي مزيانه. صافي البنات وبالنسبه للكليكوز اللي بغاه يديرو اللي ما بغاهش يكتفي به غير هكا. المهم راكم عارفين شويه داك التعليكه ديال الكليكوز راه كتعطيه حتى هي واحد زعما الجوده اكثر، ولكن الا ما عندكمش ماشي ضروري. المهم انا غير متوفر ليا كندير في التالي كندير واحد المعلقه ديال الكليكوز، دابا راه مازال هنا ما درتهاش. المهم البنات كنتمنى يعجبكم هاد الطريقه ديالي ديال العسل، وما تبخلوش عليا بشي لايك وشي كومونتير اللي هو زوين، واللي ما مشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. ومع السلامه حتى الفيديو اخر بحول